السلام عليكم. اليوم نقدموا لكم عصيات ملحين لي باتو صالي. هاد لي باتو كنحتاجوهم اكثريه كان في العشيات في الجود داي اولا في رمضان في وجبه السحور كنتناولوهم مع الخضر مبخرة اولا الجبن. هاد العصيات غنحتاجو فيهم 500 غرام طحين ابيض، 100 غرام زبده، جوج معالق كبار سنيده، نص معلقه خميره فوريه، معلقه كبيره ديال الكمون مطحون والملح، ونصف كاس ديال الزيت. بطبيعه الحال العجينه غادي نجمعوها بالماء. وبالنسبه للتزيين غنحتاجوا الفرماج محكوك، الجلان والنافع. اول حاجه نبداو بها ناخذ الطحين، الملحه، الملحه بزيت. علاش؟ لانهم اصلا هاد العصيات خصهم يكونوا مالحين. هاد الطحين هذا غادي نرملوه شي شويه بالزبده نخدموهم. ضروري خص الزبده تكون طريه باش تطلع لينا في مع الطحين. ملي كنحسو بالزبده صافي اندمجت لينا مع الطحين كنضيفو بقيه المقادير. نزيدو جوج معالق سنيده، نزيدو الكمون، كمون مطحون تقريبا معلقه واحده كبيره، الخميره الفوريه، نص كاس الزيت، بطبيعة الحال غنبداو نجمعو هاد العجينة، شوية ديال الما دافي، ماشي سخون، غير دافي شي شوية، وعينا ميزاننا، يعني غير تجمعنا العجينة صافي كنا نحبسو. بعد ما نجمعوا هاد العجينه نخليوها واحد 10 دقائق ترتاح. دابا بعد ما ارتاحت لينا العجينه غادي ناخذو شي شويه، غادي نصنعو حليبلات، غادي
نزيدو العصية الثانية. بعد ما كملنا العصيات ديالنا نحاول نقطعهم. انا مثلا غيناسبني هذا الحجم هذا، غنقطعهم على النص. التساوي خدينا بيضة هرسناها وخلطناها، غادي ندهنوهم دابا بالشيتا من الفوق. بعد ما دهناهم دابا نحاول نسموهم. هنا خدينا النافع كتبقى هاد المنسمات يعني اختيارية، كل واحد واش ما كيبغي يدير. انا كنحب النافع والججلان، اللي بغى يدير حبة البركة ولا السانوج ولا البافون فلكم الاختيار. دابا عاوتاني نسموهم بشوية ديال الزجلان. الأخيرين غادي نسموهم كذلك بالفرماج، فرماج حمر محكوك. بعد ما كملناهم غندخلوهم العافيه للفران، نطيبوهم على عافيه مهيله ماشي حاره بزاف، صافي ملي يتحمروا نخرجوهم.